مباركة طاعتكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اليوم بدنا نعمل معمول أقراص التمر، كعك، كربيج، فعلا ولا أروع الطريقة الباردة، وبكرة رح أنزلكم الطريقة الساخنة، التنتين من أروع ما يكون، ناجحات بإذن رب العالمين بليون مليون بالمية. خلينا نبدأ بالمقادير. حطيت هون ثلاث أنواع، حطيت سميد، حطيت سامولينا اللي هو طحين فرخة أصله سميد، وطحين عادي نص كيلو ما يعادل ثلاث أكواب. حطيت رشة ملح للتماسك، وحطيت معلقة صغيرة محلب ما تكتري مشان ما يمرمر معك، وانتبهي يكون ماله قديم. كوب سمنة بحرارة المطبخ، بنفس الكوب عيري السمنة. بدي أعمل عملية بث اللي هي فرك مشان ألين هالسميد القاسي والطحين الفرخة، تمام يا صبايا؟ بدي أغلغل هالدسم فيه لناخد فعلا ولا أروع. حطيت كمان معلقة طحين. بدك تسأليني خالي دلال ليش حسيت كأني في دسم زيادة، كأني حطيت معلقة طحين وحدة، شايفة شلون؟ هلأ عصرتها مثل الكبة، ما في دسم زايد، معناتها تمام. بدي أغطيها، بدي أريحها سبع ساعات. تاني يوم يا صبايا بدي 100 ميلي ماء، ماء عادي، وبدي بودرة حليب معلقتين كبار، وحطيت معلقة قشطة، مي موجودة عندك استثنية زيدي بودرة الحليب عمليون ثلاث معالق، بصير قشطة تفقيس الحليب، تمام يا صبايا. السكر ممكن تحطي نصف كوب، ممكن تحطي ربع كوب، ممكن تحطي تلت كوب، ممكن تحطي معلقة واحدة. خلطت الخليط، بدي أشوف إيش قد يطلع في الكاسة، تمام يا صبايا. وبدي أحط معلقتين قطر، هي بتعطينا لون جميل على مبدأ الشعبيات. حطيتهم طلعوا تقريبا كوب، هذا الكوب أكثر من 100 من 100، تمام. راح أحط كفايتي وأخلطها، وده أترك السائل لبعد راحة الخليط بسبع ساعات، بشوف إذا بحاجة لترطيب بضيفه، ما بحاجة بتخلص منه نهائي، ما بحط ولا معلقة يا صبايا. شايفين؟ هذا اللي زاد، بجوز يلزمك تنشف معك العجينة، تمام؟ هلأ بريحه ست ساعات صبايا، أماني أماني ريحوا. كل ما أخذت أعطيته راحة، ما بدنا نحط لا بيكنج باودر لا كربوني ولا خمائر، ما بتشقق معك، بيعطيكي ثبات، بيعطيكي طعم بتاخد العقل. تاني يوم يا صبايا أنا عاملة مقدارين، مقدار بالطريقة الساخنة سميد فقط، شايفة؟ قطعت قطعت، اطمئن قلبي ناجحة مليون بالمية. العجينة التانية اللي فيها سميد ناشفة، شفتها بحاجة معناتها لسائل، ببخ بخت سائل، بختبرها أول شيء، ما بتتشكل معي يا صبايا، كعكة عبتفتل معي، معناتها بحاجة لسائل، ببخ بخ يعني معلقة معلقة، وشوفي اختبري لا تصير معك سهلة التشكيل، أخذتي القوام المضبوط والناجح والصحيح. بالنسبة لخليطي اللي فيه طحين، لقيته تمام، ما له بحاجة، معناتها ما رح أحط له شي نهائي، تمام يا صبايا. التنتين نفس التحضير، بس وحدة السمن منقدحه، التانية ما منقدحه. هلأ عم بشكل يا صبايا، بكل بساطة باخد بقطع على كيفي، حسب القالب اللي عندك، حسب الحجم اللي عندك، بفتحه مثل الكبة. الحشوات جاهزة، نزلت لكم يا فيديو عم بحمله بإذن رب العالمين، جميع أنواع الحشوات، ما بدأ أحطه مع هالفيديو مشان ما تملوا، ومشان وقت تعملوا عملية بحث لو ما اشتركتوا، مثلا حشوات المعمول والتمر، سر طراوة التمر كلياته حيططه
بفيديو واحد ما بيتجاوز 7 دقائق. حتى عملت حشوة جود بالموجود لأهل سوريا ولكل إنسان ظروفه صعبة ونفتخر. عندك عدة قوالب ممكن تستعملي بجرابة، جرابة النسائية، وين المشكلة؟ جيبيها جديدة أو اللي موجودة عندك عقمية وغسلية واستعملية. صبايا ممكن نعمل أقراص نحشيها تمر، منفتحها بهالشكل، عرضتلك طريقتين سهلات. شايفي شلون الحشوات طرايا عم بيساعدوني، ما عم بتعذب أبدا وقت عم بحشيهم. ممكن تستعيدي بكيس نايلون، ممكن بلا كيس نايلون، جنبي سمسم، ممكن تستعملي خليط حليب بس، وبعد ما تشكليهم تغطي بالحليب وبعدين من الحليب للسمسم. وممكن أثناء التشكيل ترشي سمسم على سطح البلاطة وتشكلي، رح يلزق وما يهر معك نهائي. اختاري المناسب. ممكن تشكيل بالمنقاش، تعملي أحلى وردة. أنا هون عاملة عدة حشوات بدي أميز بالأشكال وعرضت هالطرق لحتى أفيدك. بالنسبة لحرارة الفرن 200 يا صبايا، شعلوا النار من فوق ومن تحت، بياخدوا منك ربع ساعة، خصوصا لأنه نحن حطينا قطر، القطر بيعطيكي هيك هاللدعة الخفيفة اللي هلأ رح تشوفوها، بيعطي لون، القطر بيعطي لون يا صبايا. ممكن تشكلي بالمنقاش بهالشكل، وبالنص نعمل بإصبعنا فتحة. عطيتك عدة أشكال مشان ما تقولي ما عندي قالب، جود بالموجود، بملقاط الأرجيلة، بالشوكة. عندي كتير فيديوهات عرضت جود بالموجود فعلا من خلال فنجان قهوة المرة، وبالشوكة، بالمعلقة، بالسكينة. قال الغزالة بتغزل على عود. تشكيل الكعك، ممكن الكعك تعمليه مالح، ممكن بسكر. إذا مالح ما بتحطي غير معلقة سكر وحدة لكل الكيلو، وبتحطي ملح طعام. وإذا بسكر وقت حطيت سائل الماء والحليب والقطر، بتزيدي معلقتين سكر. تاخدي كعك بسكر بياخد العقل. شايفين هالوردة ما أجملها؟ اللي بيحب كعك بقرفة ممكن يزيد منكه القرفة لسائل الماء وقت إضافة الماء. في صبايا خالي دلال عم بتشقق المعمول معي، اشعلي النار من فوق ومن تحت، ثبتي الشكل خلال ربع ساعة بإذن رب العالمين. لا تحطي لا بيكنج باودر ولا خميرة ولا كربوناتو، استعملي هاي الطريقة، طريقة الراحة، ريحي الخليط. مثال صبايا بكل بساطة، بسيت الخليط، غطيته وتركته على جنب، ما بخاف يومين وثلاثة بتركه، ما بخاف، لأنه مجرد سمن وطحين وسميد، أو سميد لحاله أو طحين فرخة لحاله، ما في مشكلة. تاني يوم عم بحط الماء وبودرت حليب، بودرت حليب بيختلف عن سائل الحليب، بتركه 7 ساعات، ممكن 10 ساعات، ممكن 24 ساعة، ما في مشكلة أبدا، ما فيه خمائر لتتفاعل مع المواد اللي حطيناها. وصلت الفكرة يا صبايا؟ ما فيها لا بيكنج باودر لا كربوناتو، كربونات الصوديوم ولا خميرة. مشان هيك الرسمة بتلاقيها بصمتها فظيعة، لا يمكن انه تتغير ولا يمكن يتشقق. كمان بيتشقق معك طريقة الخبز الفاشلة، اذا حشيتيه زيادة عن اللزوم وكنتي حيطة بيكنج باودر او كربونات او ربع معلقة خميرة. هالقالب كمان رائع، قديم كتير عندي، هلأ طالعته. على طلب الصبايا حيبين قلت لحالي ليش هذا شيلفته، خليني أستعمله، لذيذ بس كبير شوي حجمه. عيلتي بتحب القطع الصغيرة خصوصا بالأعياد، بفضل القطع الصغيرة مشان تتاكل فوراً.
ربع ساعة أخذوا يا صبايا، شايفين لونهم ما أحلى؟ البعض أفرانهم بتتطلب إنه من نار من تحت أول شيء 190 أو 200، وبعدين بس شقرة الحواف منشعل من فوق. فعلا بياخد العقل. خلينا نختبر روعة هالمعمول هالكرابيج. دعملكن لسه الكرابيج اللي فستق الصحيح ما سهل كتير يا صبايا، على الإيد بنعمله. فستق صحيح منحمصه، منضف له معلقتين سكر ومعلقة صغيرة سمنة وماء زهر، والجوز نفس الشي. راح أعرضه لكم يا بإذن رب العالمين بسميد فقط. شايفين التمر ولونه؟ بتشوفوا الحشوات بالفيديو، راح تستفيدوا كتير. وبإذن رب العالمين بكرة راح أنزلكم الطريقة الساخنة الأصيلة، طريقة أجدادنا، سهلة كتير كتير. هذا يا صبايا بياخد العقل، جربوه ما بتندموا. هالحشوة هاي بالذات من أروع الحشوات. عاملة هون أنا غريبة بقشطة بنزلكن ياها، وهلا صبية شاب عين الخالق.